مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم بدنا نعمل أبوكسينج لكم واحد؟ خمسة. وين خمسة؟ أربعة. أربعة. هاي واحد كبير، اثنين، ثلاث، أربعة. بايش نبدأ؟ بالكبير؟ يلا بالكبير. شرينا، خلينا نحط هدول على جنب. أوكي، هيك. وشرينا احنا على ال سيل هذا ال دايسون في 10 باكم، وهذا طبعا كوردلس، يعني بدون واير. بدون واير، بس تعمل له تشارج. هون هنا نجرب. هذا اللي اجى بالبوكس. خلينا نشوف شو في بالبوكس. في نايس. تعرف شو هاي؟ هذا عشان تزمر فيها. طيب في انستركشن اي ثينك. هذول الهيدز. هذا فيش فيه شيء. والله مغرفينها كويس. هذا المهم. هذا ال بوم. واو، هذا تيجي هون. لا هيك اي ثينك. قوي والله. طبعا دايسون معروفة. هذا خارجي. طيب شو بيجي كمان؟ نشوف شو بيجي. بيجي هذا الوول تبعت ال الهانج. هاي اللي ايوه بتقدر تلزقها على الوول. هذا شو اسمه؟ تب اللي بيجي تحت، امسك حطه. في طبعا تشارجر مفروض هون. هذا كل اللي جا فيها. على كل حال يعني ايوه، هذا وهذا نحطه على جنب. طيب اللي بعده هذا ثينك او بي دي. هذا بيعمل دياجنوز للسيارة إذا فيها أي أخطاء إلكترونية. عادة إذا عندك خطأ مثلا داشبورد طالع ضوء، بيكون في خطأ إلكتروني. أوكي، هذا خلص. هذا بيطلع لك، بيقدر يفحص لك إياه، بتحط نوع السيارة زي ما انتم شايفينه هيك. هذا بتشبكه، بنشحن باليو اس بي. يو اس بي حتى مش سي ولا العادية، القديمة جدا هاي. anyway هذا بتحطه بالسيارة، وبتحط نوع السيارة والسنة، وبطلع لك مفروض الكود، وبناء على الكود تعرف شو الخطأ. يعني كويسة هاي. أحيانا بطلع عندك داش أخطاء، تقدر تصلح الأخطاء هاي الإلكترونية إذا كانت موجودة. اوكي هاي عبارة عن سمارت هيدسيت. هاي كتير في دست اليوم، مش عارف ليش. ايوه اثنين لون. ورجيهم يا ورجيهم. شوف، واحد أسرع واحد أحمر. البوكس كبير. طبعا هون في 4000 ملي أمبير باتري، بتقدر تشحن الباتري تبعتك.
وجاي مع يو اس بي عادية، فهي كويس انك ممكن تكون هاي شاحن للتلفون تبعك، يعني مش بس بطارية بس كمان شاحن. نشوف كيف بيجوا على ال... ها جد والله ما بتوقع، هاي مهمة جدا انها ما توقع. اعتقد هاي يمكن من احسن، هاي حنجرب الكواليتي تبعتها ونقول لكم. وهذا البوكس الاخير، اوكي دوكي. شوف شو فيه كمان هذا. احنا شريناه مرة تانية نشتري هدية. هذا ثالث سمارت بروجيكتورز، بيعمل عملنا ريفيو على واحد زيه فعجبنا. بيعمل بروجيكشن زي ستارز على السماء، فبتقدروا يعني للأولاد، وبيلعب موسيقى وشغلات زي هيك. فيري نايس. ايوه اورجيكم اياه. هذا معاه ريموت كنترول طبعا، هيو ريموت كنترول، وفي هون اليو اس بي، وهذا هو الجهاز زي ما شايفينه هيك بضوي على السما بيلعب. طبعا لازمه يو اس بي، جربناه المره الماضيه لازم يضل مشبوك في اليو اس بي، ما بتقدر تشغله بدون اليو اس بي بلاج. ما في باتري جوا، بس في ممكن يكون في يشغل موسيقى زي ما شايفين دول سبيكر، وبتقدر تتحكم بالموسيقى من هون بالبلوتوث بكل سهولة. اليوم كانوا عندنا هاي الكم شغلة، فان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها، ونتمنى ان نراكم في حلقة قادمة. اذا حبيتوا هذا الفيديو شو لازم تسووا؟ اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان نشوف الفيديو الثاني، وباي باي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.